السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج مستشارك القانوني على قناة الصحة والجمال، وحلقة جديدة من برنامجنا. عارفين إن احنا في برنامجنا بنحاول نتكلم عن كل المشاكل القانونية اللي بتصادفنا في مجتمعنا المصري، سواء نفقة، سواء حضانة، سواء رؤية، سواء عقد إيجار، كل ما يتعلق بالقانون احنا بنحاول في هذا البرنامج إن احنا نعمل سبوت عليه ونتكلم في المشكلة اللي بتصادفنا ونتكلم بلسان كل مواطن عنده مشكلة عاوز يعرف الإجابة عليها. النهاردة في حلقتنا هتكون حلقة مختلفة شوية، معايا اتنين ضيوف محامين وكل واحد منهم حيدلي بدلو في موضوع معين. حلقة هتكون مميزة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة بيشرفني أن يكون معايا الأستاذ رزق حريز المحامي بالنقد والأستاذ أحمد التحيوي المحامي بالنقد. أهلا بيكم أستاذ أحمد. أهلا بيكم أستاذ أحمد. أهلا. النهاردة حلقتنا مختلفة شوية، هنتكلم في مواضيع مهمة جدا بتهم المواطن المصري، ولكن إحنا بيصادفنا في مجتمعنا مشاكل كتيرة جدا، مشاكل قانونية بيبقى المواطن مش عارف يتصرف فيها إزاي، بيوصل لحد إن هو يقف ويقول أنا مش عارف أتصرف إزاي، أضطر إن أنا أروح لمحامي على أساس ياخد معايا الخطوات في إن أنا أمشي في الخطوات بتاعتي ويسهل لي الإجراءات. طيب، من أهم المشاكل اللي بتصادفنا في مجتمعنا مشكلة الإيجار. بنلاقي مواطن عنده شقة إيجار قاعد فيها، أنجب أولاد، ولاده كبروا، توفى هذا الرجل وأصبح ولاده موجودين في الشقة. وبعد ما أولاده بقوا في الشقة موجودين امتدت ليهم حق الإيجار، امتد ليهم وابتدى الأولاد يسكنوا. حصلت المشكلة بينه وبين المالك، المالك عاوز يخلي هذا العقار الشقة، والأولاد متمسكين بأن دي شقة والدهم والعقد بتاع والدهم وهم عاوزين موجودين في الشقة. بينبثق عن هذه المشكلة مشاكل أخرى، أن المالك بيرفض أن هو ياخد الأجرة، وبيبتدي الورثة في الشقة الأولاد مش عارفين يتصرفوا إزاي. هنا بتبقى مشكلة كبيرة جدا. هبتدي بأستاذ رزق حريز المحامي، وهنبتدي نتكلم عن عقد الإيجار عموما وشروط امتداد عقد الإيجار. تمام، اتفضل يا أستاذ. البداية بس أنا تشرفت بدعوة حضرتك. أهلا بيك، وأنا شرف لينا مع حضرتك. شرف لينا وسعيد أكتر طبعا أن أنا أقدم خدمة للناس أو معلومة قانونية بسيطة وسريعة تفيدهم في المشاكل القانونية اللي هي منتشرة حاليا في المجتمع المصري. وعقد الإيجار هو عقد استثنائي لو اتكلمنا على عقد الإيجار القديم، لأن دلوقتي بقى فيه من 94 و 96 في عقود إيجار إيه تخضع القانون المدني، ما فيهاش أي مشاكل خالص. تسعة لا، هو ده الدارج الناس، يعني أنا بتكلم بلغة الشارع. لغة الشارع. لغة الشارع هي لغة طبعا خطأ، زي ما يقولك في الجينات كده، ده واخد تأبيدة 25 سنة. مفيش حاجة اسمها تأبيدة 25 سنة. أيوه. ولكن هو بيستمر في الحبس 25 سنة ويفرج عنه مع الايه حسن السير والسلوك. تمام يعني. لكن عقود الإيجار القديمة هي عقود استثنائية مفروضة على المالك، امتداد القانون لعقد الإيجار بيبقى إجباري وقانوني على المالك، لدرجة ان هي بتصنف قيد من قيود حق الملكية على الملاك. قيد، قيد على حقوق، على حق الملكية بالنسبة للمالك. تمام، ان انت تتصرف وتستخدم حقك ده ازاي. اي خدت بال حضرتك. هضيف بس حتة عشان ما ننساش بعد كده لما نتطرق لشروط الامتداد القانوني. وعقود الإيجار الاستثنائية دي هي عقود حرام شرعا. ثانيا، ان الدوله في الاتجاه بتاعها الحالي هي رفعت الدعم عن جميع المنتجات، المنتجات والخدمات كلها رفعت، فبالتالي المفروض ان انا ما اجبرش احد المواطنين ان هو يقدم دعم لمواطن اخر، لان في مشاكل بتحصل. مثلا يبقى الايجار مثلا 3 جنيه و4 جنيه وحارس العقار ياخد له مثلا ايه 200 جنيه. أيوة. و250 جنيه و300 جنيه من كل ساكن. أيوة. مش هنترك الحته دي، لان هي الدوله ان شاء الله في مناقشات حاليا في مجلس الشعب، مناقشات جديه كمان ان هم يصلحوا الاوضاع اللي كانت خاطئه سابقا ويعيدوها الحاله. يعني انا متابع الموضوع ده، وفي جمعيات كتير يعني، وفي في مجلس الشعب مناقشات انها ايه تعيد الحال الى الوضع الطبيعي بتاعه. تمام. وتعيد العداله الاجتماعيه. تمام. نتطرق بقى لسؤال حضرتك اللي هو شروط امتداد عقد الايجار. شروط ايجار عقد، شروط امتداد عقد الايجار، هو القانون نص عليها
في المادة 18 مقرر. شروط بسيطة جدا، قال لك بيمتد عقد الإيجار مع والدي المستأجر وأبنائه المقيمين معه لمدة سنة سابقة على الوفاة، بشرط أن تكون الإقامة دي بقصد الاستدامة ظاهرة مستمرة. الشروط دي توفرت مش من حق المالك أنه يطرده خالص. طب يتصرف ازاي النهارده؟ انا بتكلم بقى المستاجر يتصرف هنيجي ازاي؟ هنيجي بقى المالك دلوقتي شاف ان المستاجر توفى وخلاص، قال لك لانه ما عندوش درايه بالقانون وفي جهل بالقانون، فقال لك خلاص المستاجر توفى انا عايز الشقه بتاعتي. ودي بتحصل كتير معانا في العمليه، عايز الشقه يا عايز زود الايجار يا كذا يا كذا. هو مش من حقه ان هو ياخد الايجار ما دام شروط الامتداد القانوني، مش من حقه ياخد الشقه ما دام شروط الامتداد القانوني متوفره اللي هي الشروط دي. لكن لو احد الابناء مثلا تزوج قبل وفاه ابوه واتنقل في شقه ثانيه، بنت اتجوزت واتنقل في شقه ثانيه، ما يمتدش معاهم، هو بيمتد مع المقيمين معاه اقامه فعليه لمده سنه سابقه على الوفاه. وده بيثبته بشهاده شهود الجيران، الجيران والشهود وشهاده الميلاد والمراسلات والمحاضر وحاجات كتير قوي. نيجي نفترض ان هو توفى والنزاع نشا ما بين المالك والمستاجر، فامتنع ان هو ياخد منه الاجره. فهنا ما فيش قدام المستاجر او ورثه المستاجر اللي هم ليهم حق الامتداد القانوني الا انهم يلجاوا للمحكمه ويعرضوا الايجار عليه عرضا قانونيا بانذار رسمي على يد محضر، وينبهوا عليه في نفس الانذار ده لو هو تخلف عن استلام الاجره مستقبلا هيتخصم منه رسم الايداع ورسوم الانذار. يعني هياخد الاجره بتاعته ناقصه عقابا ليه ان هو امتنع عن ايه؟ اخذ الايجار. اخذ الايجار. وكان في برضه في القوانين بتاعت الضرائب العقاريه ان هو من حق المستاجر ان هو يروح يسدد في الضرائب العقاريه، لان بيبقى معظم الملاك متاخرين عن حقوق عن الوفاء بحقوق الدوله، فالدوله فتحت لهم طريق سهل جدا ان هو يروح بيسدد لهم ويديله الوصال والوصل وخلاص وخلص العمليه. تمام. طيب احنا هنرجع تاني لحضرتك، بس هنروح للاستاذ احمد التحيوي وهنروح وكاننا في حلقه اخرى. هنتكلم، احنا اتكلمنا عن عقد الايجار والمشاكل اللي ممكن تنتج من هذا العقد. طيب في عندنا عقد اخر وهو عقد الزواج، وهناك مشاكل تنتج عن عقد الزواج، ومن اهم ومن ابرز المشاكل التي تصدر وتنتج عن عقد الزواج في حالة الانفصال بتبقى مشاكل كتيرة جدا، واهمها قائمة المنقولات، تبديد قائمة المنقولات. ده بيبقى ظاهر جدا وشائع جدا في مجتمعنا، وبنلاقي المشاكل قبل الزواج على كتابة القايمة وبعد الزواج على اللي موجود في القايمة، وتبتدي الزوجة تقوم بعمل محضر تبديد للزوج في حالة الانفصال ان هناك تبديد للمنقولات. طيب قائمة المنقولات دي بقى، واحنا شفنا ان في حديثا على السوشيال ميديا كان هناك بعض الاباء بيزوج ابنته ده طلع ترند. ما له ثمن على العرض لا يؤتمن على المال، يسأل على المال. ولكن احنا برضو عايزين بجانب هذا يعني نشير الى ان برضو هو حقها قائمه المنقولات، فاحنا برضو مش عايزين نفرط في حق الزوجه في قائمه المنقولات، ولكن احنا هنتكلم في حته قائمه المنقولات وما لها وما عليها. اتفضل يا استاذ. قائمة المنقولات هي عقد من عقود الأمانة. الزوج أو قبل ما بيكتب كتابه بيكتب قائمة منقولات فيها الأشياء اللي هو بيتسلمها على سبيل الأمانة، وترد للزوجة حين طلبها. يعني احنا هنتكلم بس عشان السادة المشاهدين هنبسط الأمور وهنتكلم بالعامية عشان الأكبر قدر من المشاهدين توصل لهم المعلومة. فبيجي الأب بيمضي الزوج، وممكن أي حد يمضي على ممكن والد الزوج، لأنها قائمة المنقولات بالضبط زيها زي إيصال الأمانة، ترد عند طلبها. وللأسف في الوقت الحاضر الزوجة بتستخدم قائمة المنقولات كسلاح لحبس الزوج، لأن هنا المادة قانون العقوبات المادة 341 قررت حبس كل من بدد عقد من عقود الأمانة أو عقود الاستعمال، لأن قائمة المنقولات عقد من عقود استعمال العارية بالحبس من يوم إلى 3 سنوات. وطبعا مدة الحبس دي بتبقى تقديرية للقاضي حسب قيمة المنقولات وحسب وضع التكييف القانوني للقضية. تمام. بتبقى من يوم ل3 سنين، فأصبحت سلاح على رقبة الزوج، وممكن الزوجة تطالب بقيمة منقولاتها
وهي لازالت في أسمته متزوجة. وهي لازالت في أسمته متزوجة. وفي في للأسف زوجات بتلجأ إن هي يبقى الزوج مش موجود مسافر وتنقل العفش بتاعها اللي في الشقة كله وتروح تعمل محضر في الاسم إن زوجها بدد. دي طبعا قضايا بتثار أمام القضاء بتقابلنا كتير. تمام. بس في نقطة النهاردة حضرتك قلت الزوجة بتستعمل هذا السلاح ضد الزوج، طب إذا كيف يحمي الزوج نفسه من هذا السلاح اللي ممكن بيكون قدامه؟ الزوج ما فيش قدامه غير إن هو يقدم المنقولات اللي موجودة في القايمة يردها أو إن هو يرد تمنها. ما فيش حل غير كده. لكن في حالة لو عرض بقائمة المنقولات ما بيعملش عرض، ما هو إمتى بيلجأ للعرض؟ الزوجة دلوقتي قدامها طريقين عشان تطالب بقائمة المنقولات بتاعتها، يا إما بتروح تحرر محضر بشخصها في الاسم إن زوجي بدد المنقولات أو طليق يبدد المنقولات. القضية بتنظر قدام القاضي الجنائي. وممكن يفاجئ أنه واخد حكم غيابي بيعمل معارضة وبيطلب أنه يعرض المنقولات عرض قانوني. هنا ممكن يقابل الزوج مشكلة، ومشكلة دي شائعة جدا في القضاء. الزوجة بتقول لا المنقولات دي مش منقولاتي. في الحالة دي الزوج عنده طريق أنه هو بيطلب خبير، فالمحكمة بتعين خبير ينزل يعين المنقولات، هل المنقولات دي هي أو مش هي. ده طريق. طريق تاني، طيب نفترض ان الزوج قعد 3 سنين عليه حكم غيابي في قائمة المنقولات وقعد 3 سنين، هل الزوجة هنا حقها بيسقط؟ طبعا احنا عارفين ان 3 سنين يبقى كده الدعوة انقضاء، مش هيتحبس، لا ما بيسقطش. الزوجة بتتوجه لمحكمة الأسرة وبترفع دعوة باسترداد قيمة منقولاتها. في الحالة دي الزوج لازم ان هو يسدد قيمة المنقولات او ان هو يسدد المنقولات. يعني الزوجة في كل الظروف هي الكسبانة، هي الكسبانة. الزوج بقى في جزئية هنا ان الزوج ازاي يثبت لو زوج مسافر او شغله مثلا هو ساكن في القاهرة وشغله في مرسى مطروح، وقامت الزوجة اخدت قايمة المنقولات العفش بتاعها وراحت رفعت التبديد. في الحالة دي الزوج لازم يروح يعمل محضر اثبات حالة ويرفق بيه شهود، ما قداموش حل غير كده، ويثبت الجيران ان هي اللي اخدت المنقولات بتاعتها. دي حاله. حاله تانية عكس الموضوع بتاعنا، طب لو الزوجه ما معاش قايمه منقولات الحل هنا ايه؟ الحل ان الزوجه لو في فواتير شهاده شهود وبرضه بتعمل محضر وبتثبت بتعمل اثبات حاله وتثبت ان كان في ان قايمه المنقولات دي هي اللي مقيمه عليها وان دي شقتها المقيمه فيها منذ الزوجيه. يعني هو الموضوع قايمة المنقولات شائك جدا، وفي زوجات زي ما هي بتستخدمه سلاح في أزواج بيهربوا ان هو يختفي 3 سنين لغاية ما الحكم يبقى فيه انقضاء ويسقط. طيب هروح لأستاذ رزق حريز وأقول لك برضو احنا ماشيين بقى، انا واخد الحلقة معاكو من أول الشقة وعقد الشقة وامتداد الإيجار وقائمة المنقولات وما يترتب على عقد الإيجار. بمعنى ودي حاجات بتحصل في مجتمعنا. النهاردة الزوج متزوج من هذه الزوجة وحصل بينهم الانفصال وهو قاعد في شقة والده. هنا الزوج مطالب بأجر بمسكن حضانة للزوجة وللأولاد. النهاردة الزوجة قعدت في هذا المسكن اللي هو بتاع حماها، احنا بنجيب حاجات من الواقع اهو. تمام. المالك تضرر من ده ورفع دعوى طرد. في الحالة دي ايه اللي بيتم؟ هل الزوجة بيتم طردها الحاضنة، ولا الزوج بيروح يجيب مسكن اخر للزوجة، ولا موقف المالك بيكون ايه؟ اتفضل. هو الاصل طبعا ان الزوجة المطلقة بقى خلاص يعني بقتش زوجة، ما هي خلاص بقى دي. المطلقة ومن تحضنه من صغارها، الأصل إن هم يقيموا بمسكن الحضانة اللي هو كان مسكن الزوجية قبل كده. تمام. لأن هو ده المسكن اللي المدارس بتاعة أطفالها ومعرفتهم للشوارع وجيرانها وكذا وكذا هو الأأمن ليها واللي هو الأصلح للصغار. ما هو المعيار دايما في اختيار المسكن الحضانة هو معيار مصلحة الصغير. فالأصل المفروض إنها تستمر
في مسكن الزوجية كحاضنة مع صغارها وما تنتقلش منه، ده الأصل. لكن القانون فرق هنا بين حالتين، حالة ما بين مسكن الزوجية التمليك ومسكن الزوجية الإيجار. هي دي بقى النقطة اللي أنا كنت عايز أخدها. اتفضل. طبعا هو إدى الزوج سلطة كبيرة جدا وحرية وقتية إن هو يتصرف في استرداد مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة التمليك أينما يشاء أو أقتما يشاء. وده خطر جدا على الصغار ومصلحتهم، اللي احنا اصلا المعيار في كل الكلام ده كله مصلحه الصغير. الزوج بيقول لك دي شقتي. نتطرق بس الاول لعقد الايجار. قال لك عقد الايجار لو الشقه اصلا مسكن الزوجيه في الاصل ايجار، لو الزوج ما جهزش مسكن بديل للزوجه اثناء فتره العده تستمر خلاص ويسقط حقه في استرداده. حتى لو جهز بديل. فرق هنا ما بين ايه؟ الايجار والتمليك. فالتمليك هنا اداله فرصه وقت ضيق ان هو يجهز مسكن بديل للحضانه، ثلاث قروء اللي هي العده، والعده دي اصلا الحد الادنى بتاعها 67 يوم. ايوه خدت بال حضرتك؟ انما بالنسبه للتمليك بقى اداله الحريه طوال فتره مده الحضانه، وفتره مده الحضانه حتى ايه؟ يبلغ الصغير 15 سنه. إن هو من حقه إن هو يستبدل مسكن الحضانة بمسكن آخر يعده ويجهزه. تمام. وما يبقاش ليه حرية إلا إذا كان في ضرر جسيم هيقع على الصغار. يعني مثلا هم قاعدين مثلا في الرحاب ومدارسهم في الرحاب والكلام ده كله. وهيجيبهم مثلا سكنات، هيجيبهم مثلا حدائق المعادي، هيوديهم من بابه، هيوديهم هنا. فهنا هيبقى في ضرر. اختلف الوضع، في ضرر. في ضرر جسيم جدا عشان المدارس والادبي ومادي ونفسي كل شيء وكل تمام. طب بس هنا في نقطه بيرفض، في نقطه مهمه جدا هنا، في بعض الازواج بيحصل تحايل. ما هي دي بقى المشكله، التحايل. المشكلة ده بقى. التحايل هو يبيع الشقه، يبيع الشقه لابوه او اخته او لاخوه لحد غريب بس متواطئ معاه. خدت بال حضرتك بيتم ايه هنا بقى؟ يعني الزوجه تتصرف ازاي؟ هي بتبقى المشكله هنا، بتبقى مشكله الاثبات. لو باع لاحد من اقاربه مفيش مشكلة خالص، هتبقى الصورية أصلا مثبتة وواضحة. واضحة فبندفع بالصورية، وحتى قاضي التنفيذ يعني في اتجاه كويس دلوقتي جدا في القضاء. إن لما بيلاقي إن اللي بيطلب استرداد المسكن باعتبار إن هو كان مأجره للزوج، الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الكلام ده كله، بيعرف على طول إن في تحايل. بيعرف على طول إن فيها تحايل ويوقف التنفيذ، ويبقى خلاص الموضوع انتهى. خلاص خلصت، يعني هو خد حكمه وبتاع مش عارف إيه، بس طبعا هنا بدل ما كان القاضي الموضوعي اثناء لانه هو بياخد دايما حكم استرداد المسكن عن طريق غير مباشر بدعوى فسخ العقد لعدم سد الاجره واسترداده، فما بيمكنش الزوجه انها تتدخل في الدعوه. ما بيمكنش الزوجه انها تتدخل في الدعوه. فكل ده بيبقى ايه؟ اعلانات هي ما بتوصلش على لطليقها على البيت اللي هي قاعده فيه. لان المفروض انه يعلن عليه. تمام. فطبعا القضاء هنا المسلك بتاعه في العمل الجميل جدا ده اللي حمى ناس كتير جدا، بيوقف تنفيذ الحكم للصوريه، بيتظلموا بقى على قرار القاضي التنفيذ لوقف تنفيذ الحكم والكلام ده كله، بس ما فيش حاجه بتتم يعني. تمام. هروح لاستاذ احمد التحيوي، وبرضه احنا ماشيين في سكه النهارده يوم الاسره. يوم الاسره. ايه خدنا الشقه من بابها يعني زي ما بيقول. يوم الاسره. طب النهارده بعد ما حصل الزوجه وقائمه المنقولات، وحصل ان هو الزوجه دلوقتي حصل مشكله بينها وبين الزوج ورفعت قضيه نفقه، واصبح لها متجمد نفقه، والزوج تعنت في هذه النفقه وابتدى صدر عليه حكم حبس، هل بعد الحبس بيسقط حق الزوجه في النفقه؟ وكيف إن كان لها متجمد نفقة، كيف وهي معاها حكم، كيف يتم تنفيذ هذا الحكم؟ القانون واضح هنا، النفقات والأجور لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. تمام. فنفترض زوجها هنا ليها متجمد، زوجها خارج البلاد. طب هتنفذ عليه إزاي؟ أو مش هتعرف تنفذ عليه. في حل، بتستصدر أمر من قاضي الأمور الوقتية بمنعه من السفر. الزوج بيجي، اكيد هيجي ينزل بلده، هيشوف اهله، هيرجع بلده بتاع، بينزل له امر منع من السفر. في الحاله دي ما بيترفعش الامر من السفر الا لما بيديها المنقولات بتاعتها، بيديها النفقه بتاعتها، غير كده مش هيقدر يسافر. ده شق. طيب نفترض موظف حكومه
سهل جدا ان هي بدل ما ترفع متجمد ان هي تنفذ عليه في عمله في جهه عمله عمل. بالصيغه التنفيذيه. طيب ودي هتبقى دعوه ان الواحده تتجوز موظف حكومه وما تتجوزش كده. طيب قطاع خاص. القطاع الخاص الزوجه بتعمل حاجه اسمها حجز مال المدين لدى الغير عن طريق المحضرين الاسره. بتودي الصيغه التنفيذيه والمحضر بيروح الشركه بيعرف ما في ذمه الزوج قد ايه. في خلال 15 يوم لازم الشركه ترد على المحكمه والله الزوج ده ليه في ذمتنا مبلغ كذا، والا تبقى الشركه ملزمه بدفع الدين عن الزوج. تمام. في 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 اتجاه تاني بس انا ما بنصحش بيه، اما بيبقى اعمال حره بنك ناصر، لان الزوجه ممكن زوجها يبقى طالع لها 2000 جنيه 3000 جنيه. بنك ناصر بيدي 500 جنيه اقصى حاجه 500 جنيه بعد ما بتقدم الورقه بعد ما بتروح. طبعا 500 جنيه كلنا عارفين دلوقتي يعني في الوقت الراهن لا تصلح يعني صعبين جدا يعني كده. ففي ازواج، وبالنسبه حته الدعوه الحبس الناس فاكره ان هو الزوج انا اتحبس 30 يوم وما ادفعش، لا ده القانون دلوقتي صدر قانون وتم التصديق عليه الماده 293 عقوبات، ان في حاله ان الزوج اترفع عليه دعوه حبس وما دفعش واتحبس ال 30 يوم من حق الزوجه ان هي ترفع جنحه وتطالبه بيها بحبسه سنه فهنا القانون غلظ العقوبه. الناس فاكره ان هو 30 يوم بس. اغلب الازواج يقول لك انا اتسجن 30 يوم وما ادفعش، لا ده القانون غلظ العقوبه. يخلي بالهم بقى الازواج بقى في سنة. الموضوع ده. ما عشان كده انا بقول لك يعني الزوجه واخده حقها. بالاضافه لو هو ليه اي ممتلكات ماديه بتحجز عليها. بتحجز عليها ممكن عن طريق البنك، عربيه بنك محل اي شيء يعني. تمام. طب هنا بقى متى يسقط حق الزوجه في النفقه؟ هنا يسقط حق الزوجه في النفقه اما تطلق، اصبح اذا اطلقت ملهاش نفقه. لا ما ممكن متطلقه بس لسه ليها نفقه صغار. طب زواجها بقى لو اتجوزت خلاص النفقه راحت من عليها؟ هي اصبحت اتجوزت واحد تاني خلاص كده بقى. لا سقوط حق الزوجه في النفقه ما دامت زوجه، مش هنتكلم عن زواج اخر. سقوط حق الزوجه في النفقه لحالتين. تمام. اما النشوز. ايوه. طب يسقط النفقه بتاعتها لانها لم تسلم نفسها طوعيه لزوجها. ده في حاله اذا كان بقى انذار طاعه ودخلنا في قصه طاعه النشوز ده صعب ان هو يقول او رفعت يعني. خلع فبتسقط النفقه بتاعتها اوتوماتيك لانها بتعلن للكافه بانها بتبغض هذا الرجل ولا تريد الاستمرار والحياه معه. يعني فطالما بتسقط كافه حقوقها من تاريخ ومفيش احتباس دعوه الخلع. ان في بعض التساؤلات هنا هي لان هي في اساس دعوه الخلع ان هي بتبريه من كل حقوقها الماديه فبتسقط من تاريخ رفع الدعوه وليس من تاريخ حكم الطلاق في الخلع. في الخلع. لان دي اشكاليه الزملاء يعني بيقعوا فيها ان لا من مجرد من تاريخ التسويه كمان. طيب هو في نقطه دلوقتي اشار اليها استاذ رزق في العده للمطلقه، هل عده المطلقه تختلف عن عده المخلوعه؟ لا لا هي 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 الفرق بس ان بس عايزين توضيح عشان في ناس عن طريق ولي الامر اللي هو القاضي. انما الطلاق عن طريق اراده الزوج الحره. خدت بال حضرتك هنا الثلاثه قروق وانت اشرت ل 67 يوم الحد الادنى. الحد الادنى عشان والحد الاقصى سنه. والحد الاقصى العده سنه. طب ما عايزين نوضحها ديت. هو لما المشرع الشرعي بقى ودي احنا دايما بناخد بالمذهب الحنفي في حاله الاختلاف. بناخد بالمذهب الحنفي بارجح الاقوال من المذهب الحنفي. لما يكون مساله ما نصش عليها القانون الايه الوضعي اللي هو التشريعي. فالثلاث قروق دولا بالظبط لما الفقهاء الثلاث حيضات يعني الثلاث حيضات الحد الادنى ليها 67 يوم وديا للبنت اللي هي العاديه اللي هي في سن النضوج في خدت بالك ما عندهاش اي امراض ولا كلام من ده عشان تاخرها تمدها اللي هي خدت بال حضرتك دي 67 يوم. ولكن ساعات بتبقى الزوجه مثلا سنها مثلا 45 فالثلاث حيضات دول يعني يمكن الستات عارفه الكلام ده كله. في واحده تحيض ممكن كل 60 يوم 70 يوم تجي لها الحيضه. ممكن كل 3 اشهر تجي لها الحيضه. فاحنا مرتبطين هنا مش بعدد شهور، لا ده احنا مرتبطين بعدد الحيضات.
فهنا بتختلف الحيضه دي من حسب سن المراه وحسب صحتها كمان. أيوة. يعني حسب سنها، يعني ممكن اتنين يكونوا في سن واحد بس واحده صحتها اقوى تلاقيها 67 يوم والثانيه اضعف هنا او عندها مرض او حاجه او كده ممكن تبقى 90 يوم وممكن تبقى 120 يوم. تمام. فما يعني. ده هياخدني يا استاذ احمد في حته العده وحساب العده، هنا في حته مراجعه الزوج لزوجته. سؤال جميل. يعني دي ممكن تخلينا سؤال حلو فعلا، تخلينا يعني احنا هنا الزوج بعض الازواج يقول لك انا عدتي 3 شهور لسه ده عدى منهم شهر ونص. هي اللي شهر ونص وما ردهاش، وهي في الوقت ده تكون انتهت عدتها، فهنا الحكم بيكون ايه؟ السؤال ده حلو. يعني عمري ما سمعت إيه؟ برنامج حقيقي ربنا لا حقيقي. فبيكون التصرف ازاي هنا؟ لا اصبح خلاص عشان يرجع لها عقد جديد ومهر جديد. طالما انتهت عدتها وهي حتى في القضايا اما المطلقه غيابي، يعني نتطرق بقى بمجرد ما حضرتك قلت العده، ان اي زوجه جوزها بيطلقها غيابي من غير حضورها عند مأذون وبيلها غيابي، بترفع دعوه عده قدام المحكمه، بتحلف اليمين، القاضي بتحضر بشخصها وبتحلف اليمين، القاضي بيحلفها اليمين هل انقضت عدتك او لا، هي الوحيده المنوط بيها وهي اللي تقدر تحدد تقدر تحدد انتهت او لا. ده من ضمن الحقوق المطلقه غيابيا يعني، طبعا وليها حقوق مؤخر وليها نفقه متعه. هو يمكن بس في الحته دي يعني بيقول لك ان طالما الوقت بتاع العده او انقضاء العده من عدمه باقرار الزوجه زي ما حضرتك قلت، باقرار الزوجه باقرارها ولا معاد عليها ولا حد يقدر في السلطه حتى للقضاء. ولكن هي لو تجوزت الثلاث حيضات بتبقى باليمين. بس فعلا بتفتح ميعاد مراجعه الزوج ليها. ايوه هي بقى هو يقدر يرجعها طالما الطلاق غيابي. هي كده كده ما بترفعش عده الا بعد انقضاء العده بتاعتها. الطلاق الزوج اما بيرجع، ولكن في حالات تطرا ان الواحده جوزها يطلقها طلاق غيابي وهي رافعه عليه نفقه في المحكمه. طيب وفي حالات بس جزئيه بسيطه كده اقل من دقيقه، وفي حالات الزوج بيكيد في الزوجه بيطلقها غيابي وقبل ما العده تخلص يروح يردها. تمام. طيب بدون موافقتها. هناخد اميره ونرجع لحضرتك. استاذه اميره اتفضلي. مش حضرتك انا بس كنت عايزه ليا استفسار بسيط معلش. اتفضلي يا فندم. انا دلوقتي كانت الحضانه بتاعت بنتي مع امي. بس رسميا، لكن انا بنتي كانت معايا. تمام. وكانت والدتي هي اللي كانت بتاخد لها النفقه. تمام. فانا دلوقتي والدتي متوفيه من سنه ونص. وبنتي زي ما هي معايا مع ان والدها ان بنتي معايا. دي طبعا بس لسه هو من ساعه موت والدتي وهو امتنع عن دفع النفقه. طيب اللي هي كانوا 400 جنيه يعني. طيب. النفقه بتاعتها 400 جنيه. طيب. فانا طبعا يسقط حقي في المطالبه بالنفقه لبنتي بزواجي من اجنبي. طيب حاضر هنجاوبك. حاضر شكرا ليكي. شكرا ليكي يا استاذه اميره. تابعينا وهنجاوبك ان شاء الله. استاذ احمد، استاذ رزق هتجاوبنا على السؤال دوت. هي بتقول انا دلوقتي الحضانه، انا هي كانت حضنه والدتها كانت معاها والوالده توفت. من سؤال هي تزوجت من اجنبي. انها طلقت وتزوجت من اخر وكان معاها بنت، وطبعا لا يجوز في الشرع والقانون حضانه الصغير مع اجنبي لان جوزها دلوقتي جوز امها يعتبر اجنبي عنها. فكان في ترتيب في الحضانات، والترتيب ده وجوبي يعني للقاضي ولا المحامي ولا الاب والام ليهم سلطان فيه. الحضانه بتبقى للام، ثم لام الام، ثم لام الاب، ثم للخاله، ثم للعمه، وهكذا. ده وجوبي ما فيهوش اختيارات. تمام. فهي لما تزوجت اتنقلت الحضانه نقل قانوني كمان، مش محتاجه ان اروح للقاضي. فانتقلت لامها. النفقه ملهاش علاقه مع مين، لان النفقه دي مقرره لرعايه مصالح الصغير. بغض النظر بقى هي الحاضنه او امها او خالتها او عمه البنت المحضونه. تمام. مش فارقه. ولا تسقط طبعا النفقه ما تسقطش خالص. تمام. بل بالعكس، ده انا بقول لها بكره تروح ترفع زياده نفقه عليه على طول. تمام. لان في فرق بين المطالبه بالحق للصغير وحضانه الصغير. طيب استاذ احمد هروح لحضرتك في نقطه برضو مهمه جدا، واحنا ماشيين برضو على المسار بتاعنا واتكلمنا عن الحضانه واتكلمنا عن النفقه، ولكن هناك فرق بين الحضانه والولايه والوصايا. في بيقول لك ده وصي وده ولي وده ودي حضنه، وفي مساعد. ايه الفرق كمان بين دول؟ هناخد الاتصال ونرجع لحضرتك تاني. طيب معانا امة الله من اسكندريه. اتفضلي يا فندم. لو سمحت حضرتك،
حضرتك، انا كنت مطلقه ومعايا ولدين، فحاليا تزوجت. تمام. انا كنت باخد للاولاد اجر سكن لحد دلوقتي، وانا والدتي رفع عليا قضيه وهتاخد الاولاد، فهل اجر السكن يسقط من حق الاب ما يدفعش اجر السكن، ولا يفضل يدفع النفقه واجر السكن مع الاثنين؟ حاضر، هنجاوبك، تابعينا وهنجاوب حضرتك ان شاء الله. طيب حتى انت برضو هتجاوبني على السؤال ده، بس ما ناخد استاذ الفرق بين الوصايه والولايه والحضانه. الحضانه دي بتبقى للزوجه اللي تم طلاقها، بتبقى حاضنه لاولادها الصغار الى ان يتم سن الحضانه 15 سنه والاب يستردهم. بالنسبه للولايه، الولايه ده بيبقى والي طبيعي، يعني زوجه توفت وعايزين نعمل اعلان وراثه، فطالما في كسر لازم بيبقى في من هو وصي على الاولاد. طيب ما هنا الاب ولي طبيعي، يعني معين بقدره الهيه، فهنا ولي. اما الوصي الاب توفى والزوجه راحت عشان تعمل اعلان وراثه، فالمحكمه بتدور الاول على ايه؟ على الجد، هل الجد عايش؟ لو الجد عايش بيبقى ولي شرعي. وفي حالتين ممكن الجد يوافق ان هو يتنازل للام. تمام. في حاله لو ما تنازلش بيبقى هو ولي شرعي. الجد متوفي، الوصايه بتنتقل للام. فهنا الفرق ما بين الوصايه والولي. ده مهم جدا ان انت فرقت ده، عشان في ناس كتيره جدا بيختلط عليها الامر في الولايه والوصايه والحضانه. اصل هم يعني مهم جدا ان احنا مختلفين بطبيعتهم، لان الحضانه هي حضانه وحمايه والاعتناء بالصغير. تمام. وديا لابد تكون القائم بيها احد الذين رتبهم الشرع. ايوه، الام او الجده او واذا لاحظت فيها كده تلاقيهم كلهم محرم. خدت بال حضرتك؟ ده عشان ايه؟ للرعايه والصيانه والحفاظ والحنان والكلام ده كله. طبعا. لكن الوصايه تختلف، الوصاية قائمة على رعاية أموال الصغير. طيب، مش على نفسه. هاخد السؤال وارجع لك. أستاذ إيهاب من سوهاج، اتفضل. ألو؟ اتفضل يا فندم. مساء الخير عليكم. مساء النور يا فندم. بقول لحضرتك يا فندم، دلوقتي احنا هو ممكن يعني مشرع في ظل القانون الجديد، معرفش التعديلات توافق عليها ولا لسه، ممكن في القانون الجديد يتحط بند لإعدام الزوج. اعدام يعني الزوج؟ طب ليه بس كده؟ يعني هو فاضل يا فندم، معلش، هو المشرع، معلش، هو اثر في حق المراه في النقطه دي. وتعاطف مع الراجل جامد، والزوج الزوج مفتري. طب بس بالراحه، الزوج وحش. الزوج المصري وحش. طب ازاي بس بالراحه؟ الزوج المصري مفتري. طب انت بس المراه لها كل الحقوق. طيب انا عايز اجاوب على السؤال. طب فانا ارجو السؤال. ان المشرع ياخد باله من النقطه دي قوي. يعني حضرتك انت، يعني انت دلوقتي بس النقطه، بس يعني انا عايزك تهدى كده، ايه السبب اللي خلاك تقول ان انت عايز الزوج يتعدم؟ هل انت واصل لمرحله اللي انت بتقول عايز ده؟ طب اتفضل، عايز تقول ايه؟ اتفضل. انا سامع حضرتك. اتفضل. طب ايه اللي خلاك وصلك للنقطه دي؟ اللي خلاني وصل النقطة دي يا فندم، ده كان مش كلام انا، ده كل يعني ما بيبقى في قنوات اخرى، مش انا اللي بطالب بكده، ان في قانونيين يعني ناس افاضل لاحظوا يعني تعاطف الدولة مع الرجل. ايوه، لدرجة ان يعني يعني تعاطف الدولة مع الرجل لدرجة انه يعني بيطبطبوا عليه، فلا احنا المفروض نعدمه. لا بص حضرتك، هو المشرع عموما ما بيتعاطفش لا مع المرأة ولا مع الرجل، هذا القانون لا يفرق بين الرجل والمرأة، هو قانون بيتحط بيسري على الرجل ويسري على المرأة. يا فندم ازاي لا يفرق؟ يا فندم الراجل دلوقتي ملوش أي حق في ظل الزواج المصري. أيوه. تمام؟ يعني أنت حضرتك متزوج؟ حضرتك متزوج؟ أكيد. أكيد طبعا. عندك مشكلة، عندك مشكلة في البيت هي اللي مخليك تقول كده؟ طبعا. يا فندم انا عندي يعني مشاكل. لا ما عندي، انا ما عنديش مشكله. طب انا فاضل حكم، انا منتظر حكم الاعدام بس. طب ماشي يا فندم، خلاص يعني ربنا ييسر ان شاء الله، ان شاء الله كده، بس انا عايزك تهدى وان شاء الله يعني ما فيش مشاكل، وتحاول تصلح ما بينك وبين الزوجه، وان شاء الله مش هتطالب الموضوع دوت، هتقول لا غيروا المشرع بعد كده وغيروا والغوا الحكم بتاع الاعدام دوت ان شاء الله. ربنا يوفقك. شكرا ليك يا استاذ ايهاب.
طبعا هروح لحضرتك، والسؤال اللي احنا كنا بنتكلم فيه اجر مسكن الحضانه. اجر مسكن الحضانه بتقول ان هي طلقت وتزوجت من اخر، وهو والدتها كانت معها الاولاد، وهي دلوقتي هل تسقط اجر مسكن الحضانه؟ لا لا، اجر مسكن الحضانه لا يسقط الا في حاله واحده بس، اذا كان او عده حالات يعني. اذا كان للصغير مال يستطيع ان هو يستاجر مسكن ويقيم فيه، فهنا بيسقط اجر مسكن الحضانه وبيبقى الاب غير مكلف بيه. او ان الصغير بلغ الاستغناء عن سن الايه؟ الحضانه او رعايه المراه اللي هو 15 سنه، بلغ سن الرشد القانوني الشرعي، فبتنتهي ايه؟ بينتهي مقابل اجر الحضانه ومقابل اجر مسكن الحضانه. تمام. او في اتجاهات برضو في القضاء، لو الزوجه ليها شقه تمليك وقاعده فيها ما بتاخدش اجر مسكن الحضانه. تمام، هناخد احمد من الليوبيه. يعني تأثير طبعا على الرجاله، الراجل لسه دلوقتي طفران وعايز يتعدل. استاذ احمد من الليوبيه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا فندم، كنت عايز اتكلم بخصوص قانون الاسره. اتفضل يا فندم. دلوقتي حضرتك، انا دلوقتي عندي ثلاث اولاد، زوجتي مره واحده بدون اي مقدمات طلبت تاخد نص بيتي بدون اي مقدمات خالص. ايوه. رفضت. قامت راحة عند أهلها. دلوقتي أنا كان عيالي في مدارس تجريبي لغات، خرجت العيال من المدارس وقعدتهم دلوقتي شغالين عند أبوها في محل فرن كحك وبسكويت، وأنا ما عنديش سلطة. القانون مديها مدي الستر الصلاحية 100%، الراجل تحت لازم يخضع تحت إيديها عشان خاطر ياخد حقه. النهاردة أنا محروم من عيالي بقالي سنة ونص، قانون إيه اللي يديها الحق إن هي تسيطر على أولادي؟ ولاده عندهم كام سنة؟ إن أنا محروم إني أشوفهم. الأولاد قد كام سنة يا فندم؟ عندي ولد 10 سنين وولد 9 سنين وولد 4 سنين. هل الولايه التعليميه معاه ولا مع زوجها؟ لدرجه ان حوالي شهر بعتت لي رسائل خلت الاولاد يشتموني في التليفون. طب حضرتك بس في نقطه، بس الولايه التعليميه معاك ولا معاها؟ معاها. مفيش ولايه تعليميه، لسه على ذمتي يا فندم. هي لسه على ذمتك. طب هي سحبت ازاي الملف من المدرسه؟ طيب يعني هي يعني ازاي حضرتك، هي وليه الامر ازاي سحبت الملف من المدرسه وخرجتهم بدون علمك؟ العيال زي ما هم في المدارس، هم لسه في المدارس. ما حضرش امتحان اصلا. ما دخلتش امتحان، رفضت ان هو يروح امتحان. ابوها قال انا طلعهم طايعين. ما حاولتش تتواصل معاهم ويحصل صلح بينكم من طرف من اهلك او من اهلها؟ حاولت اعمل كل الحلول، ما عرفتش اتصرف معاهم. يا ريت تكون سمعانا دلوقتي، ونحاول من خلال برنامجنا ان شاء الله. اتفضل. النهارده الاب يعمل ايه؟ النهارده الزوجه لو جت لو الراجل قال لها قوم اعملي كوبايه شاي، ممكن تقول له لا. ومن النهارده القانون مدي الصلاحيه للست 100%، الراجل يعمل ايه النهارده؟ النهارده لما يعني انا عشان خاطر عيالي يرجعوا، عشان خاطر مراتي ترجع، لازم اكتب لها املاك عشان خاطر ترضى وتعيش. بعد كده تخلع. النهارده الراجل يعمل ايه في ظل القانون ده؟ وظل ان الطفل 15 سنه يفضل مع امه، وبعد 15 سنه يختار. لما هي تشحنه من ابوه ومن اهل ابوه 15 سنه، هيختار ابوه ولا امه؟ حاضر يا استاذ احمد، هنجاوب حضرتك وان شاء الله ربنا ييسر والامور تمشي عندك على خير باذن الله، ويحصل صلح بينكم ان شاء الله، والاولاد يرجعوا مدارسهم باذن الله. شكرا لاتصالك، تابعنا وان شاء الله هنتكلم في الموضوع بتاع حضرتك. طبعا من احد المشاكل اللي احنا بنشوفها دي، مشاكل في مجتمعنا المصري، بنشوف المشاكل ديت والواحد من جواه بيحزن على اللي بيشوفه. يعني في الاول خالص هم ابتدوا زوجين مع بعض، ابتدت الزوجه طمعت في ان هي تاخد البيت بتاعه، في نفس الوقت بتلاقي ازواج بتبكي تقول لك ان الزوج مش عارفه تحصل على النفقه بتاعته. يعني شويه بتلاقي الزوج مظلوم وشويه بنلاقي الزوجه مظلومه. الحل ايه؟ وهو في ناس زعلانه من المشرع يقول لك في منصف للزوجه، وفي ناس تانية زعلانه من المشرع يقول لك ده منصف للزوج. الحل ايه في المواضيع دي كلها؟ هو الحل مش قانوني. رايي انا الشخصي، قناعتي الشخصيه، الحل البعد عن ربنا. ان اصبح الزوجات والازواج بيختلفوا على امور ماديه بحته، وبعدوا بعيد عن الدين. يعني لو الزوج اللي كان بيتكلم ده، لو في حماه والد زوجته راجل فاضل يجيب الزوجه، حكم من اهله وحكم من اهلها، ويقعدوا
ويشوفوا ايه المتطلبات او ايه المشاكل اللي بينهم ويحاولوا ان هم يحلوها، ما يخلوهاش تخرج بره دايره البيت الاسره. والله يا احمد بيه احيانا انا قعدت في مشاكل، خدت بالك انت عارف بحكم شغلتنا احنا بيبقى الاهل نفسهم هم مش اللي عايزين المشكله، مش عايزين والزوج والزوج عايزين والولد بيبقى عايز يعيش وامه تقول له كذا واخته تقول له كذا وابوه يقول له كذا، يبقى في تحريض من الاهل برضه. وقعدت في حاجات يقول له انت عايز، يعني انا سالت واحد مره بقول له انت عايز حل شرعي ها ولا الحل المصطبه؟ قال لك لا احنا عايزين المصطبه مش عايزين حل شرعي. شرعي ما قلتلوش قانوني يعني حتى. انا افتكر هو فعلا يعني ايه يعني ما بقاش في خشيه من الله، هو ضعف الوازع الديني برضو اصلا. يحضرني قضيه طب ناخدها، ناخد اتصال ونرجع لحضرتك. استاذه اسماء اتفضلي. ايوه لو سمحت معايا الهني. ايوه يا فندم اتفضلي. لو سمحت انا متجوزه ومعايا بنت بقى لها 11 سنه واتطلقت بقى لي 11 سنه ودلوقتي طليقي رفع عليا دي ان ايه 3 مرات واتشطبت، ليه الحق اللي انا ارفع تعويض واكسب التعويض ولا انا هخسره؟ طب تاني بس حضرتك، انت دلوقتي مطلقه بقالك 11 سنه، معاكي اولاد بنت؟ معايا بنوته ام بنت 11 سنه. 11 سنه وزوج حضرتك رافع عليكي قضيه واتشطبت 3 مرات، القاضي شطبها 3 مرات، ليه حق اللي انا ارفع تعويض وهكسبه ولا اخسره؟ طيب هو انكر نسبها ولا هي باسمه؟ هو بيرفع دعوه هي باسمه. لا هي باسمه، هي باسمه، هي باسمه بس حاليا حاضر هنجاوب حضرتك يا استاذه اسماء، تابعينا وهنجاوبك ان شاء الله. طيب هنجاوب السؤال ده، هتجاوبه يا استاذ رزق بس هناخد استاذ يعني فضل. كان في بمناسبه احنا كنا بنتكلم عن الزوجات والازواج ودور الاهل هنا، بعض القضايا الزوجه تبقى عايزه ترجع والزوج عايز يرجع لكن العقبه، طب هنا العقبه ايه؟ تكلم الزوجه العقبه لا مامتي مش عايزه ارجع، مش عايزه والدي، الزوج والدي مش عايز يرجع. فدي بتقابلنا كتير في المحاكم يعني، وممكن أيوة. الزوج والزوجه بعد 3 سنين قبل طبعا قانون الخلع قبل سنه 2004 كانت ممكن الزوجه تقعد في المحاكم 10 سنين ايوه، كان يتعمل نقض في دعوى التطليق والزوجه تفضل معلقه 10 سنين. وشفت حالات كان بيطلب منها فلوس عشان يطلقها يبريها او يطلقها، فممكن زوجه بعد 3 4 سنين وتيجي القاضي يطلبها بشخصها في المحكمه تروح مع جوزها. أي. حالات كتير حصلت قدامي بعد ما هم 4 سنين صراعات، اول ما تقابلوا مع بعض في المحكمه بتديهم فرصه ان هم يتصلحوا، تعرض عليهم الصلح بيروحوا مع بعض. ربنا يهدي سر الاهالي، عليها دور كبير في 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 في, في يعني في نجاح البيت اكيد المصري. الاهل عليها دور وباكد دي كان الاهل عليها دور. طيب. سواء الزوج او الزوجه. طيب استاذ رزق هروح معاك للسؤال بتاع استاذه اسماء، وبتقول 11 سنه هي منفصله بقى لها 11 سنه ومعاها بنت 11 سنه والزوج رفع قضيه دي ان ايه كذا مره وتشطب، هي انكار نسب. هو طبعا بيهرج لان انكار النسب ده ليه شروط ووقت محدد لابد من الزوج او المطلق اعلان رغبته فيها. لو ما اعلنش رغبته في الوقت ده بيسقط حقه خلاص، ده غير في شروط شرعيه. فطبعا عشان تعمل انكار نسب لابد يعني ترفض التهنئه بالمولود اول حاجه. تمام. لو المولود جالك ما تقبلش التهنئه، لان لو قبلت التهنئه خلاص انتهت العمليه. تمام. لابد لو المولود ده اتولد في خلال سنه من عقد الزواج، لو انت كنت مسافر او كذا او كذا، لكن لو الزوج هنا حتى لو هو مش ابنه بيوصف. طب هي ترفع دعوه تعويض؟ من حقها ترفع دعوه تعويض لان هي كده تشهير لشرفها وسمعتها وسمعه بنتها، يعني ترفع تعويض ليها وللصغيره كمان برغم ان استاذه اسماء من حقك ترفع قضيه تعويض زي ما قال استاذ رزق، وحاولي بقى تجري في اجراءات القضيه دي. هنا رفع 3 مرات واتشطبت يعني، فهنا دي هتستدل بهذه الاحكام وهتاخد صور الاحكام دي وتبقى استدلال ليها في قضيتها في رفع التعويض. صور الصحف دي. طيب هناخد استاذ اسامه من الغربيه. استاذ اسامه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو سؤال عام يكون المشاكل عامه للزوج يعني. اتفضل يا فندم. الزوجه دلوقتي استغلت القانون ورفع للولد الواحد 3 قضايا. وفرش وبطا ومسكن وتعليم، كل قضيه منفصله لوحدها بزمن مختلف، في ممكن تبقى في دايره واحده بس هي مختلفه في كل الزمن، كل قضيه منفصله لوحدها. تمام. وبذلك لما يكون في ولدين رفعت الولدين كل عيل 3 قضايا منفصله عن الثاني. حل موجود. فشتتت الزوج وفي المرتب
فالمرتب دلوقتي محدود وهو موظف وما عندوش مرتب وبس. فاصبح قدامه ست قضايا بجزء من الاولاد، الاسره كلها ثمانيه. هي في واحد عنده في اعدادي ولا اعدادي، وواحد عنده حوالي 20 سنه وثمان شهور، قدمت له في تعليم خاص. واشتكت له الثلاث قضايا. الحضانه اشتكت له نفسها فرش وغطا ومسكن وتعليم. والابن اللي في اعدادي ولا اعدادي اشتكت له بنفس الثلاث قضايا، كل قضيه منفصله. فتشتت الزوج كده في المرتب بتاعه، فالقاضي حكم لكل واحد فيهم، حكم لهم هما الاثنين ب 3025 جنيه. في حين المرتب كله 4000 جنيه. طب الزوج يعمل ايه في اسره ثمان افراد؟ حاضر. وبيطلب الضم من ثلاث شخص، سالتكم لما يجي يطلب الضم من ست مستشفيات عاوز الضم، يقول له لا ما بضم. حاضر. انا عاوز اعمل يعني يعني ترمين لحضرتك مساله عن داخل مرتبي، مفيش غير الدخل المفقد تجي عن طريق العمل. حاضر، هنجاوب. الحكم عدى عليه 40 يوم؟ الحكم بتاعك عدى عليه ميعاد الاستئناف بتاعه 40 يوم؟ انا لسه حاليا دلوقتي لا، انا مستأنف. طب تمام تمام طب تمام. انا مستأنف، مستأنف في ما استأنفتش في المسجد، وسمعت حضرتك دلوقتي بتقول ان الابن اللي بعد 15 سنه او لا خلص دبلوم تدريس تاني ورفع له برضه مسكن وحكمته بمسكن. طيب. اما بجمع احكام الاولاد اثنين بس من اسره ثمانيه بياخدوا 3025 نفس، انا بتكلم كله اصبح بتاخدوا 209 بالظبط. حاضر، هنجاوب حضرتك. سن الاب 58 سنه. هنجاوب حضرتك يا استاذ اسامه. حاضر، شكرا لاتصالك وخليك معانا وهتسمع الاجابه. استاذ احمد تجاوب لنا على سؤال. طبعا هو اللي واضح في بعض الساده الزملاء المحامين الافاضل بيلجأ للحيله دي، ان هو بدل ما يرفع قضيه واحده بيحط كذا، يعني مثلا زوجه عندها ثلاث اطفال، كل طفل يبقى ليه قضيه منفصله. يعني الزوج لو مرتبه مثلا هنقول 6000، هيجي القاضي بيحكم بالورق اللي قدامه بمفردات المرتب، سواء التحري عن طريق دخله او سواء ليه اتش ار في شركه، جهه حكوميه جهه خاصه. بس هو القاضي بيحكم بالورقه اللي بتتحط قدامه. فطبعا هو عشان اخذ احكام فهو في الاستئناف بيحضر قدام اقرب قضيه. اول قضيه في الرول بيطلب ضم وبياخد قبل الضم عشان يبقى ضامن ويبقى كلامه بمستندات، ياخد صور رسميه من الاحكام من الاحكام الثانيه كل القضايا ويقدمها قدام القاضي. القاضي هيراعي، القاضي للاستئناف هيراعي الاحكام دي كلها ويطلب ضم. بس الاهم من الضم ان هو يجيب صور رسميه الأحكام. من الاحكام عشان يثبت هنا ان الزوجه رفع ثلاث قضايا وطلب ضمان. في تعنت طبعا في تعنت منها. يعني لو زوج 6000 جنيه وكل قاضي قضيه اترفعت قدامه وحكم ب 2000 جنيه، يبقى القاضي ملوش دعوه بيحكم بالاوراق. القاضي ليه ورق. القاضي ما القاضي ليه ورق يعني. بس هو الضم وجوبي. الضم وجوبي. ما هو ممكن سياده المستشار يبقى في دايره مختلفه، الا اذا كان احد المتخاصمين ما بيبقاش معاه محامي، ما بيبقاش فاهم العمليه. ولما بيطلب الطلب، لما المتخاصم العادي لما بيطلب من القاضي غير لما المحامي بيطلب. فهو طبعا لما كل القضايا دي تتلم كلها امام القاضي وبيصدر فيها حكم واحد، حكم واحد. بس القضايا رقم كذا حكمها كذا، القضايا رقم كذا حكمها كذا. فهنا مش هيبقى فيه تحايل ولا غبن، لان القاضي برضو بشر، ما هو محتاج ان المستندات كلها تكون قدامه. واحد عنده اربع اولاد، هي رفعت على واحد بس. طب المفروض الاب المرفوع عليه الدعوه يروح جايب شهادات ميلاد اولاده تانيين، واهو وهترفع تاني وكذا وكذا عشان نعمل حسابهم فيما عسى ان تحكم به المحكمه. طيب انا قدامي تقصير. انا قدامي دقيقتين فهنقسم الوقت دقيقه ودقيقه وكل دقيقه هيبقى ليها سؤال. الغارمين اللي بتروح عشان بنتها هتتجوز، بتروح لجمعيه من الجمعيات الاهليه تاخد منها قرض، والقرض دوت بيبقى ب 10000 او 20000 وبتمضي على كمبيالات وشيكات، وتيجي في الاخر تدفع وتتعثرت في شهر من الشهور، الجمعيه ترفع عليها دعوه، تبص تلاقي نفسها اتحبست. تعمل ايه عشان تامن نفسها؟ الحل هنا هو غالبا ما بيبقاش شيكات، لان طبعا الغريمه اللي هي رايحه تستلف 10000 جنيه مش هيبقى معاها دفتر شيكات، وطبعا بعد تعديلات القانون اصالات امانه اصالات امانه تمام، بتاخد بتاخد المبلغ وتمضي على اصال الامانه وتنزل تاخد اتنين شهود وتعمل محضر باثبات الحاله، ان هنا يعتبر هنا انتفاء الركن المادي لجريمه خيانه الامانه. بتثبت حاله ان هي ان هي اخذت فلوس وان هي ضامن، وبتعمل واتنين شهود.
سواء في النيابة ممكن بعد المحضر ما بيتحول للنيابة بتطلب من رئيس النيابة إثبات أقوال وإثبات شهود عشان تقدر ليه تأمن نفسها عشان أما يرفعوا بعد كده عليها لا ده أنا كنت ضامن تمام تتحاشى شكل أستاذ رزق لما بنيجي نلاقي اللي بيعمل إيصال أمانة والإيصال الأمانة دوت بيبقى كل الناس دلوقتي بتتعامل بيه دلوقتي خلاص بدل الشيك بيستعمل إيصال الأمانة تمام إمتى إيصال الأمانة بيكون ليس له فاعلية في حالة إيه؟ في حالة إيه لو باظ إيصال الأمانة؟ إيصال الأمانة بيبوظ لو هو ضمان أو هو اتخذ بسبب معاملة تجارية خدت بال حضرتك؟ أو حمل فيه تاريخ أو تاريخين خدت بالك؟ ده بيتحول لكمبيالة فهنا علشان نتحاشى الشق الجنائي اللي هو اصلا مش موجود ولا متوافر مع التجريم او الغايه من المشرع ان هو جرم ايصالات الامانه لان كل دي معاملات تجاريه دخلنا في جريمه خيانه الامانه في جريمه خيانه الامانه خدت بال حضرتك مجرد ما واحد يمضي على وصل امانه زي ما الاستاذ احمد قال كده لازم يطلع على اسم الشرطه وياخد معاه 2 شهود ويثبت حقيقه العمليه اللي في اطارها مضى على وصل الامانه تمام بتخلص العمليه ومعظم القضاة بيحيل الدعوة للتحقيق لإثبات صورية العقد لأن العقد بيبقى صوري بيصدر عقد آخر وبيبقى فيه انعدام ركن التسليم هو أصلا ما خدش منه فلوس خدت من حضرتك وما فيش عقد من عقود الأمانة أصلا طيب أرد بس اسمح لي على الجزئية دي فضل. إن أغلب اتجاهات القضاة في المحاكم الجزئية في إيصالات الأمانة بيدي احكام ما بيسمعش شهود فبس عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين يعني الاستئناف في الاستئناف يعني. الاستئناف ممكن قاضي يسمع اما قاضي جزء اول درجه لا ما بيسمعش هو بس بيبقى معذور علشان بيبقى قدامه 40 كمل القضايا بيبقى كبير جدا القضايا طبعا انا في نهايه حلقتنا بشكر حضرتك استاذ احمد التحيوي المحامي بالنقد تشرفت بشكر الاستاذ رزق حريزي المحامي بالنقد كنت سعيد بيكم معاكم النهارده ويا رب تكون الحلقه عجبتكم واتكلمنا في مواضيع كتيره جدا على امل وعد تكونوا معانا تاني ان شاء الله شرفنا بيه اعزائي المشاهدين في نهايه هذه الحلقه لا يسعنا نتقدم بالشكر لضيوفي الاستاذ رزق حريز المحامي بالنقد والاستاذ احمد التحيوي المحامي بالنقد على امل ووعد ان يتجدد اللقاء معكم في حلقات اخرى من برنامج مستشارك القانوني على قناه الصحه والجمال كان معكم هاني الفرماوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته